today for the first time into Kerem City we are trying to make the children understand the importance of like اليوم ولأول مرة في مدينة طولكرم نحاول أن نقدم للأطفال معلومة وأهمية إعادة تدوير المخلفات لاستخدامها في ألعابهم، وهي رسالة لزيادة الوعي كي نحافظ على مدينة طولكرم نظيفة. أود أن أقدم شكري في هذا الموقع لبلدية طولكرم على توفيرها المساحة، وكذلك إلى جمعية دار قنديل ومتطوعيها، وبالإضافة إلى دعم المجتمع لتحقيق أهدافنا. احنا جينا اليوم زي اليوم المفتوح الأول ما بين تعاون ما بين بلدية طولكرم، مجلس خدمات وادي الشعية، مؤسسة تشيسف الإيطالية ودار قنديل، لأنه نعمل يوم مفتوح باستخدام المواد المهملة، إنه كيف نفصل المواد البلاستيك والكرتون كل إشي لحال، ونطلع منهم أشياء فنية وأعمال فنية. وكمان هاي المرة الأولى اللي بنحاول نعمل نبتكر ألعاب بحجم كبير للأطفال، بأنهم يشوفوا أنواع جديدة من الألعاب اللي معمولة من الأشياء المهملة. وإحنا في دار قنديل يعني مهمتنا إنه ننفذ هذا الإشي، نبتكر ونحاول نفكر كيف إنه نخرج ألعاب جديدة، وكيف نجمل هاي المنطقة الخضراء بحيث إنها تصير قابلة لأنه الناس تستمتع فيها أكثر وأكثر من مجرد أنها تكون بس منطقة خضراء وخلاص، لا، يكون فيها كمان ألعاب مسلية. وهو هدف عام في المشروع اللي بنشتغله على مستوى المحافظة، إنه نجمل مدينة طولكرم ونخليها خضراء وأكثر جمالا. إحنا تفاجئنا إنهم عم نعطي ترفيه للأطفال، أرسلنا الفكرة على هذا المكان على الدهشة، وأرسلوا الفكرة هم طريقة منيحة للأطفال، وهذا الإشي كان كتير يعني حلو ومناسب كتير. أنا اسمي أسامة عادل أسد عوض من كتابة، بشكر مؤسسة دار القنديل على اللي عملوها والمؤسسة الإيطالية اللي عملوها في اليوم الترفيهي.